بحضور عربي ودولي شيع اليوم إبراهيم رئيسي ومرافقوه السبعة الذين قضوا معه في حادث تحطم مروحية شمال غربي البلاد في جنازة شارك فيها الآلاف. وأقيمت صلاة الجنازة في جامعة طهران وتقدمها المرشد علي خامنئي. بعد المراسم الرسمية ينقل جثمان الرئيس الإيراني إلى محافظة خراسان الجنوبية في شرق البلاد، حيث يوارى الثرى مساء غد في مسقط رأسه بمدينة مشهد. يا حسين رحمتي الصندور قهرمان انقلابي هدا از جنس سادات بر روی دستان. دفتر سیاسی حماس برای ادای احترام به رئیس جمهور شهید. قائد إحدى المروحيتين المرافقتين لمروحية رئيسي وجه نظيره بالتحرك فوق السحاب إثر مشاهدته رقعة سحابية تنتشر كطاولة في السماء. قال: خرجنا من الغيوم وبعد 30 ثانية استدار قائد المروحية، فسألته عن السبب ليجيبني بأن المروحية الرئاسية لم تصل. هذا ما رواه غلام حسين إسماعيلي رئيس مكتب الرئيس الإيراني، مبينا أنه عندما علم أن آخر اتصال بمروحية رئيسي كان قبل 1:30 بدأ البحث. ولكن يتابع إسماعيلي: كانت الرؤية سيئة ولم يكن من الممكن العودة تحت السحاب، واضطرت مروحيتنا أن تهبط بعد دقائق قليلة في منجم سونغون للنحاس. اتصلنا مرارا بجميع ركاب مروحية الرئيس دون جواب. وحد السيد الهاشم مثل المرشد في محافظة أذربيجان الشرقية أجاب وقال إنه يتألم ولا يعرف ماذا جرى، وراح يصف الغابة حيث سقطت المروحية. وعندما سألته عن الآخرين قال إنه لا يرى أحدا منهم. إسماعيلي يقول إنه تحدث مع السيد الهاشم 3 إلى 4 مرات وكان يجيبه، لكنه لم يعد يرد عليه لاحقا على الاتصالات بعيد 3 ساعات تقريبا. علمنا بمكان سقوط المروحية، يتابع إسماعيلي، وتبين لنا أن الرئيس ورفاقه قتلوا على الفور، أما الهاشم فقد لقي حتفه بعد ساعات قليلة. ويوضح رئيس مكتب رئيسي أن لا أحد من السكان المحليين أو قوات الشرطة سمع صوت انفجار أو رأى دخانا أو رأى حريقا. ويكشف إسماعيلي في إفادته أن الأحوال الجوية كانت مناسبة بعد ساعة تقريبا من هبوط مروحيته في منجم النحاس، لكن سحبا تشكلت وبدأ المطر والضباب عندما ذهبوا إلى موقع الحادث بحثا عن رئيسي، فكان أن استغرق وصول فريق الإنقاذ إلى المنطقة استغرق وقتا. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحن نكرر تعازينا لسماحة القائد وللشعب الإيراني الشقيق وللإخوة الكرام في الرئاسة وفي الحكومة وفي البرلمان وفي كل قوى هذه الجمهورية الإسلامية التي نعتز بها.
یک گروه کم منفعت قلیله غلبت فعت کثرت باذن الله. شما یه فئه قلیله ای هستید توانستید غلبه پیدا کنید بر فئه کثیره. فئه کثیره آمریکاست، ناتو، انگلیس و بعضی های دیگه. پس اون وعده دیگر هم که محو اسرائیل، او هم قابل تحقق، تشکیل فلسطین من البحر الى النهر، ان شاء الله اون روز رو هم خواهید دید. وإن شاء الله سترون ذلك اليوم. من واشنطن ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، أهلا بك. ومن طهران ينضم إلينا الدكتور حسين روي وران، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، أهلا ومرحبا بكم. أبدأ مع السيد جرار. بداية، هل الآن من المهم الحديث عن السيناريو الذي توفي على إثره الرئيس رئيسي ومن كان معه، أم أن هناك نقاط أخرى يجب أخذها بعين الاعتبار أو التدقيق والتقصي حولها؟ أخت لوشا، شكرا للدعوة الكريمة في معية الأخ الكريم من طهران، نكرر التعازي بطبيعة الحال. ولكن أبدأ من هذه الفكرة، أن حتى التعزية التي قام بها واشنطن عند سماع النبأ تعرضت لمساءلة قاسية. تعرض وزير الخارجية أنتوني بلينكن لمساءلة وتقريع من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي النائب ماكول، وهذا الأمر اعتبر أنه سابقة، بالرغم من دفاع السيد بلينكن بأنه لا، كانت كثير من الإشارات تصدر في هذا السياق من الإدارات الأمريكية المتعاقبة عندما يكون الأمر متعلق بحادث أو بالبعد الإنساني، ولكن كان الرد بأنك تتحدث عن رئيس وصف بأنه هو جزار طهران القضائي، مسؤول عن إعدامات جماعية، مسؤول عن قمع التظاهرات النسائية، إضافة إلى سجل إيران. وهنا تأخذنا إلى الفكرة الأولى بالأهمية دائما، وهي أنه بعد أن تغيب القيادات لأي سبب كان، سواء في نظرية مؤامرة، غير مؤامرة، تصفية، اغتيال من الداخل، من الخارج، كارثة جوية، معجزة، ما حدثت، بصرف النظر عن ذلك، ما تحقق هو غياب قادة سياسيين وعسكريين كبار في إيران لم يسبق له مثيل منذ الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت 8 سنوات. فالسؤال الكبير، هل هذه فرصة لتغيير في السياسة الخارجية الإيرانية؟ هذا ما تعكف عليه واشنطن الآن والعديد من العواصم بما في ذلك الإقليمية لمحاولة قراءة ما الذي يفكر فيه خامنئي. الآن التعبير الصوتي الذي عرضتموه في البداية، وهذا يعني كان يعكس نوع من بالفعل حسن الإعداد للمشهد، أرى نبيه بري ينحني بكامله أمام الأضرحة، أرى وأسمع هنية يعبر ويصفه بالقائد، يعني بمعنى التأكيد على أن حماس تعتبر إيران هي القائد. فعندما يقول خامنئي من النهل، هل هذه التصريحات فاجأتك سيد بشار؟ هل هي جديدة؟ ليست جديدة، لم تفاجئني، أحسنت بالمداخلة سيدتي، فاجأتني ربما تقسيمات الوجه. يعني في حالة العزاء نفترض الوجوه حزينة منكسرة، وجدت استبشارا باللقاء وفرحة لقاء بين هنية وخامنئي. وعندما يقول خامنئي، وهذا معلوم، الإعلام الإيراني مدروس هذا الأمر، عندما يتحدث بالفارسية وبالعربية ويقول عن فئة كثيرة وقليلة ويقتبس من القرآن الكريم ويختمها في من النهر إلى البحر، فهذا التوقيت في الوقت الذي أوروبا الآن، وقد تابعتك في الساعة الأولى، الكل مستبشر خيرا كيف أوروبا بدأت بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، فأي رسالة؟ دعنا نسأل الدكتور حسين ربما يساعدنا في هذه القراءة. فعليا بما يخص السياسة الخارجية الإيرانية اليوم، هل هناك وفقا للقراءات للمتابعات أي نية للتغيير، كما يرى البعض أنه ما حدث قد يكون بداية لتغيير ما؟ هل هذا وارد؟ هل هذا ما تعكف السلطات الإيرانية وأصحاب القرار الإيراني على الذهاب إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك للضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء.
يعني في تصوري أن السؤال أنه هل هناك تغيير في السياسة الإيرانية هو قد لا يكون في محله. هناك ثورة في إيران، ومنذ انتصار الثورة أمريكا تعادي إيران. متى يمكن أن تنتهي هذا، ينتهي هذا السلوك العدائي والاستعدائي من قبل أمريكا تجاه إيران؟ يعني إيران وقعت الاتفاق النووي، ترامب حتى من دون سبب، من دون سبب قام بإلغاء الاتفاق. يعني هذا السلوك المتهور والعدوان، هذا ما لا تقوله الولايات المتحدة دكتور حسين. أنت تقول بدون سبب، الولايات المتحدة لا تقول ذلك. يعني أنت تتحدث عن طبيعة العلاقة ما بين الولايات المتحدة وطهران وإيران. هناك العديد من الملفات خلافية، يعني ربما لا نستطيع أن نفندها واحدة واحدة، ولكن دعنا نتحدث فقط عن النووي وعن موضوع الأذرع الإيرانية في المنطقة. هل بدر من طهران في الفترات السابقة وعلى سواء في عهد ترامب أو غيره وبايدن أي جهود لتجاوز هذه العقبات، لحل حالة هذه المواضيع؟ دعنا نتحدث، إذا لا نريد أن نتحدث عن النووي، موضوع الأذرع الإيرانية في المنطقة، هل كان هناك أي جهود لحل هذا الموضوع؟ يعني حسب التسريبات الحوار الذي جرى في عمان هو كان يشمل ملفين، ملف إقليمي والملف النووي، ولكن الموضوع لم يتجاوز المصارحة بين الطرفين. يعني أنا في تصوري، يعني أنا عندما قلت أنه ترامب ألغى الاتفاق من دون سبب، هو وعد وعدا انتخابيا ونفذه فيما بعد. طرح الحجج لتبرير ما قام به هو غير مبرر، حتى أوروبا اعترضت عليه، كل الدول اعترضت عليه على هذا السلوك. ما أريد أن أقول هل هناك إمكانية تفاهم بين إيران وأمريكا؟ في تصوري نعم، ولكن هذا لا يعني أن إيران يجب أن تتنازل، لأن هذا الموضوع من طرف واحد لن يتحقق. الموضوع هو بحاجة إلى تفاوض صحيح، ولكن أمريكا أخطأت كثيرا بحق إيران. يعني حتى موضوع احتلال السفارة الأمريكية الذي هو يعتبر خارج إطار القانون، هو يأتي على خلفية أن هذه السفارة نفسها قامت في عام 1953 بانقلاب عسكري على مصدق وأسقطت نظاما، وهي أرادت أن تكرر هذه الفعلة، وهذا ما دفع الطلاب لاحتلال السفارة. ما أريد أن أقول هناك مبررات، هناك جذور، هناك تاريخ من العداء بين الطرفين. إنهاء هذه الحالة قد تكون في البداية بمصارحة، ولكن في النهاية يجب أن تكون هناك تنازلات متبادلة وليس من طرف واحد. سيد بشار، هل من الممكن في ظل الظروف بشكل عام، ليس فقط هذا الحادث في إيران وحادثة الوفاة للرئيس ولوزير الخارجية، في ظل ما يحدث سواء في غزة، في الجنوب اللبناني، في البحر الأحمر، وهذا يعني الجميع ربما ويتضرر ويتأثر، إذا لم يكن ضرر حقيقيا يتأثر من جرائه الجميع، هل من الممكن أن يكون هناك نوع من التنازل، صياغات جديدة، سياقات مختلفة عن سابقاتها ما بين الولايات المتحدة وطهران، قد تبدأ مع هذا الحدث الذي حل في البلاد؟ يعني إيران حدث عنها الأخ الزميل من طهران معلومة لدى الطرفين ولكل الناراتيف له السلبيات، والأهم من الولايات المتحدة الأمريكية مع الاحترام طبعا أتحدث من واشنطن هو الجوار الإقليمي. الجوار الإقليمي هو أول مؤشر تعبر فيه إيران إن كانت جادة بفتح صفحة جديدة والانتهاء من مرحلة تصدير الثورة وقضية الأجنحة العسكرية والأذرع التي تسببت بعدم استقرار. هذه مسألة لا يمكن أن تستمر المكابرة الإيرانية بأن هذا الأمر فقط عنوانه القدس وعنوانه معركة التحرير. هذا الأمر على الأقل في الفترة الأخيرة اهتزت هذه القناعة. الآن أعود مرة أخرى للفراغ، هناك قيادات أمنية عسكرية استخبارية داخل إيران وعلى أراضي سوريا ولبنان والعراق
تعرضت بشكل مباشر للتصفية بضربات عسكرية أحيانا إسرائيلية سرية أحيانا معلن عنها بالتلميح أحيانا أمريكية. ولكن في الخلاصة أمام خامنئي الآن، أمام مجلس تشخيص مصلحة النظام، هذه الفترة اللي هي أقل من 50 يوما، نعم، للاختيار من سيختارون. وسيفهم الجميع إذا كانت إيران تريد فتح صفحة جديدة، تريد الانسحاب والانكفاء إلى الداخل أم التصعيد. أنا من المعتقدين كمتفائل بأن الفرصة متاحة. يعلم كل من هو مختص في الشأن الإيراني والأمريكي أن عودة ترامب شبه مؤكدة، فهناك فسحة أقل من 6 أشهر، ليست 50 يوما، أقل من 6 أشهر لإحداث اختراقة بالتفاوض. عمان قادر على لعب هذا الدور. الصين التي رأت اتفاق التطبيع السعودي الإيراني أيضا قادرة. وإدارة بايدن معنية جدا، يعني بريد ماكيرك كان من أكثر المدافعين على أن هناك فرصة لتحقيق اختراق يهاجم داخليا من الكونغرس، وأحيانا حتى من قبل القريبين من حزب الديمقراطي من أصدقاء إسرائيل السقوريون، ولكن يريدون أن يعطوا فرصة. أين هو المحك؟ المحك ماذا سيجري بالنسبة لليوم التالي؟ هذا هو المعيار الذي سيقاس عليه كل شيء. نعم دكتور حسين، هل من ملامح أو ما يشي بأنه شكل الرئيس ووزير الخارجية سيكون بهذه الحلر بهذه الألوان، أم أن الموضوع فعلا ما زال غامضا أو غير معلن على الأقل؟ يعني في أي جانب عفوا؟ كرئيس هل سيكون إصلاحيا مثلا؟ هل سيكون متشددا؟ شكل ولون السلطة الجديدة، الرئاسة والسياسة الخارجية، وزير الخارجية. يعني أولا الانتخابات التي جرت قبل 3 سنوات وانتخب السيد رئيسي فيها، كان فيها إصلاحيون مثل الدكتور همتي، مثل المهندس مهر علي زادة، وهذه الوجوه الإصلاحية كانت مشاركة وبقوة في الانتخابات، إلى جانب كان هناك 3 أيضا من المحافظين، ومنهم السيد رئيسي وقاليباف. والسيد قاليباف تنازل في النهاية لصالح السيد رئيسي حتى لا تتشتت أصوات المحافظين. الآن أتصور أن المشهد سيتكرر في الانتخابات الرئاسية. التيار الإصلاحي يحرص على الحضور وبقوة، بعكس الانتخابات البرلمانية التي لا يصر بهذه الشدة على المشاركة فيها. من هنا أتصور أن وجوه إصلاحية ستشارك، ولكن الآن حظوظ المحافظين أكبر من الإصلاحيين لأسباب عديدة، منها يعني فترة السيد روحاني التي اتسمت بالتضخم واتسمت بالركود الاقتصادي والبطالة إلى آخره. من هنا المشاركة ستكون للجميع، ولكن حظوظ المحافظين وبالتحديد السيد قاليباف هي أكبر من كل المنافسين الآخرين في تصوري. وبالتالي يعني سنشهد تغييرا، أم هذه المعطيات التي ذكرتها تضعنا في نفس الدائرة التي كنا فيها في السابق؟ يعني التغيير، شوفي التغيير لا يمكن أن يأتي، أنا قلت من طرف واحد. يعني أمريكا الآن، الضيف الكريم من أمريكا يقول أن إيران يجب أن تغير سلوكها في دعم محور المقاومة في المنطقة. أمريكا الآن لا تدعم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، هي مشاركة. هناك 2000 عنصر عسكري أمريكي مشارك في هذا الإطار، السلاح الأمريكي ينقل يوميا. أمام هذا التدخل الغربي في إبادة الشعب الفلسطيني، هل يمكن لإيران أن توقف دعم
المقاومة أنا لا أتصور. ولكن على أرض الواقع إذا أردنا أن نتحدث بمنطق بواقعية دكتور حسين، اسمح لي، ما الذي قدمته إيران لغزة اليوم؟ ما المساهمة التي ساهمت فيها غزة حماس عفوا إيران لحماس ولغزة بما يحدث، وساعدتها فيما في ربما تقليل عدد الوفيات على الأقل؟ لا يعني أولا إيران هل هي الآن في داخل الميدان في غزة؟ هي ليست كذلك، ولكن إيران داعم أساسي للمقاومة، وليست إيران هي التي تدعي ذلك. موضوع دعم إيران للفصائل ولهذه الأذرع هو ليس يعني حديثا ولا يقتصر فقط على هذه الفترة، هو لمدة طويلة، وهناك العديد من الملفات ربما تحتاج المزيد من الوقت لنتحدث عنها في أوقات قادمة ربما. شكرا جزيلا من طهران، كنت معنا الدكتور حسين روي وران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، شكرا لك. والشكر أيضا لضيفنا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار، شكراً.